بهدف تطوير المشاريع وتذليل العقبات في أساليب إدارة مشاريع المدن والبلدات في إقليم كردستان، أشرف نيشيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على اجتماع للوزارات ذات العلاقة ومحافظي هولير ودهوك. وفي الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس الحكومة وكالة، تم بحث مشاريع الوزارات التي يتم تنفيذها حاليا ومستقبلا، كما تم التطرق إلى أسباب بطء تنفيذ تلك المشاريع والعقبات التي تعترضها. وفي هذا الصدد أكد نيشيرفان بارزاني على ضرورة تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة، داعيا إلى تحديد العقبات التي تعترض طريق تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها، وخاصة في مدينة هولير لتكون مدعاة رضا المواطنين وتطوير عملية الإعمار في إقليم كردستان. واعتبر رئيس حكومة الإقليم الوزارات مسؤولة عن التنفيذ الأمثل للمشاريع، مؤكدا على عدم قبول تأخير تنفيذ المشاريع أو بقائها غير مكتملة بأي شكل من الأشكال. واعتبر نيشيرفان بارزاني تفعيل دور المجالس البلدية والتنسيق بين الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ المشاريع ضروريا، مؤكدا على تطبيق نظام شفاف لإدارة المشاريع وتشكيل لجنة للقيام بدراسة شاملة عن تلك الشركات والمقاولين الذين تسببوا في بطء سير تنفيذ المشاريع، وطلب أن تعهد المشاريع إلى الشركات والمقاولين على أسس الخبرة والتصنيف والشروط الخاصة وعن طريق العطاءات العلنية، على يكون للمقاول في الوقت عينه حق تقديم الشكوى. كما تم في الاجتماع تسليط الضوء على تعزيز